وقوة وانطلاق، وعنده اثنين على الأقل قدام بيسند عليهم بشكل كويس. موقف واحد على واحد، هيعدي هيفوت نفس المرة دي، يشوط ويشوط لا هيشوط. بدري بدري يا ولد، توت توت، جمهورك اكيد مبسوط. 1-0، نعم 1-0 لسيلتا فيجو، يتقدم بعد مرور اكثر من رائعه ومراوغه اكثر من عظيمه. والكاميرا الى فاران على اعتبار احد اللاعبين اللي تم مراوغتهم بسهوله في اللعبه الاخيره، ليتقدم سيلتا فيجو صاحب المركز التاسع باول اهداف اللقاء. بص في الصوره هناك في اقصى اليسار، 3-5 3-5، لكن المهارة نوليتو اللاعب المهوب، هيعدي هيفوت هيباصي لها يشوط، ايوه بيشوط بعد مرور عظيم. مانويل نوليتو يسجل 10 اهدافه هذا الموسم، ويتقدم لسيلتا فيجو باول اهداف اللقاء. ومن داخل منطقة الجزاء فرحة كبيرة لاصحاب الارض، بينما الملكي سيبحث عن التعويض في الوقت القادم. 10 دقائق، 1-0 سيلتا فيجو. يعود في الادوار الدفاعيه، مفيش كلام، مفيش حاجه، انا مهاجم، انا راس حربه، انا الهداف. الله 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 الله، رونالدو، الله 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 الله، عملوها خلصوها، وهدف التعادل في الشبكه جابوها. الله 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 الله، يا سلام سلم، يا سلام سلم، اقدام توني كروس بتتكلم، وشباك سيلتا فيجو من البدايه بدات تتالم. 1-1، عملها النجم الكبير رونالدو، هدفه رقم 15 الذي يصنعه هذا الموسم. من هنا كانت البدايه، ثم الانطلاقه، ثم الاختراقه، ثم مرور وعبور. كوره الملك الجميله ابدا لن تبور. 1-1، اداء راقي بجماعيه جميله. اساس الكلام ده كله الانتشار. بص كام لعيب، 2-4-6 داخل منطقه الجزاء، وخيمس رودريجوس هادي جدا وجميل جدا، ورونالدو عنده الجماعيه موجوده يصارع من اجل الارض. على طول الى تشيتشاريتو، راس الحربه المتحرك الى خيمس رودريجوس. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، يا سلام يا سلام. تشيتشاريتو تعظيم، سلام، ثنائيه ولا اروع، اختراق ولا اجمل، وتسجيل ثاني اهداف اللقاء، ليتقدم الملكي 2-0. نعم 2-0، خلال 9 دقائق نجح ريال مدريد في العوده، ويحسب لخيمس رودريجوس اختراقاته ومهاراته وثنائياته وتمريراته، بينما تشيتشاريتو مدعم بالثقه الكبيره والدعم الكبير بعد هدف الفوز الغالي على اتلتيكو مدريد والتاهل لسيمي فاينال تشامبيونز ليج الاوروبي، ويواجه اليوفي، يخترق ويمر ويعد ويفوت. لازم نقول له المره دي توت توت، لان جمهور الملكي هو اللي اصبح مبسوط. الله على الثنائيات، الله على الثنائيات، الله على المهارات، الله على التصويبات. 2-1 للملكي، الله الله الله. الحقيقه خيمس رودريجيس اللي يقرب منه ويشتغل معاه الوانتهات الصغيره يكسب كتير. سيرخيو الفاريز، 2-1 لريال مدريد، 2-1 اماميه من تاني، خطيره خطيره، التعادل 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 الله الله الله. سانتي مينا يتقدم بتاني الاهداف، فريق يتقدم ولا يخاف. 2-2، تقدم الملكي بهدف التعادل ثم الانتصار، ولكن سيلتا فيجو يعود من جديد ويحرز هدف التعادل. سانتي مينا اللاعب الاسباني صاحب 19 سنه يسجل 5 اهدافه، ويلحق بالملكي التعادل من جديد. 2-2، 4 اهداف في 28 دقيقه، حلم كل فريق للانتصار قد يكون حقيقه. لكن حتى الان الهجوم والانطلاق، والقائم القائم القائم اعطاه الفرصه، ولكن كانت المتابعه على اعلى مستوى. تمريره ولا اجمل من اوريانا بعدما تم تفريغ موقع راس الحربه من لاريفي، لينجح الجناح الايمن الصغير 19 سنه سانتي مينا في احراز هدف التعادل، وهو 5 اهدافه هذا الموسم. الله 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 الله، روعه 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 روعه، ولا اروع من كده. مدرب الفريق، لكن مساحه المرمى 7 متر و32 سنتي ما بين القائمين، وارتفاع العرض عن الارض 2 متر 44 سنتي. رونالدو تاني، لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عملوها خلصوها والثلاثية سجلوها وخيمس رودريجيز يصدق على كفاءته ومهارته وقيمته وحارس المرمى يصرخ بصوت عالي سيرجيو ألفاريس ربك فيني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم. نعم يسجل هدف ثالث لريال مدريد بيعد هذا الهدف هو هدف رقم 11 هذا الموسم ينجح تماما في إضافة هدف ثالث بفوضى دفاعية لسيلتا فيجو وعدم احترام لقيمة وإمكانيات لاعبي ريال مدريد وتصويبة قوية جدا جدا ولكن تصطدم بالمدافع الأسباني فونتاس وبالتالي يتقدم الملكي 3-2 3-2 بالغ فريق سيلتا فيجو في فتح اللعب وبالغ في جناحين ظاهرين متقدمين باستمرار فجاءت العودة متأخرة والتغطية متأخرة بينما كارلو أنشيلوتي المدرب الإيطالي بس خلاص الملعب بقى بتاعك وهم سكتوا وجمهورهم سكت وانت أصبحت ماسك الملعب كويس وادي الفرصة وادي الرابع الله 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 أجمل إحساس في الكون لحظة ما بيجي الجون ده مش جاب جونين ده جاب حبيبي يا نور العين يا بختك جبت جونين الله 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 وكأنه مسكن وكأنهم خدروهم سكتوهم بالعرض وفجأة بالطول قتلوهم الله 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 بص شوف تشيتشاريتو بيعمل ايه انطلاقة ولا أروع اختراقة ولا أجمل ليبقى أجمل إحساس في الكون لحظة ما بيجي الجون وأي جون رباعية بالأربعة راموس خط الظهر واقفين غلط قاطع قطري جميل بدون تسلل استلام ايه تحضير ايه روعة ايه هدف جميل الله عليك بص شوف راموس عمل بيعمل ايه اقنع لاعبي خط الوسط والظهر اني ناوي يجري بالكورة.